حول افتتاح المركز الدولي للكتاب من قبل وزير الثقافة. معنا في هذه الفقرة في هذا الصباح على الهواء مباشرة الدكتور عزوز علي إسماعيل، مدرس الأدب والنقد والبلاغة والكاتب بمجلة الرواية التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب. دكتور عزوز صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير أستاذة نرمين، أهلا بحضرتك وجودي معكم في هذه القناة وأشكركم على هذه الدعوة الطيبة. أهلا بحضرتك يا فندم. نبتدي مع حضرتك بأهمية افتتاح هذا الصرح الثقافي الجديد، المركز الدولي للكتاب. تمام. طبعا المركز الدولي للكتاب وفي افتتاحي في هذا اليوم تحديدا يمثل لنا انطلاقة جديدة نحو الأمام من خلال الاهتمام بالثقافة والاهتمام بالكتاب. هذا المركز سوف يضارع ويماثل كبرى المراكز الثقافية الخاصة بالكتاب التي في فرنسا والتي في أمريكا وإيطاليا وكل هذه البلاد. طبعا وزير الثقافة دكتور عبد الواحد النبوي اليوم سيفتتح هذا المركز، وهو مركز كما تفضلتم في البداية وقلتم أنه على مساحة 900 متر مربع تقريبا، وبيضم 3 طوابق، وبيتماشى أو يتناسب هذا الوقت تقريبا مع مرور 70 عاما على ميلاد الأستاذ جمال غيطاني. وسوف تكون هناك احتفالية بهذا الرجل لوصوله إلى سن 70، وننتهز هذه الفرصة ونقول له كل عام وأنت بخير. طبعا عن الأديب الكبير جمال الغيطاني يعني وتكريم وزير الثقافة له اليوم في افتتاح المركز الدولي للكتاب، كيف ترى يعني أهمية الميراث الأدبي لجمال الغيطاني؟ نعم، الأستاذ جمال الغيطاني يعني قامة كبيرة وقامة أدبية رائقة تجلت في كتاباته المتنوعة وكتاباته المتميزة. هذا الرجل صاحب مشروع، وحينما ترى حضرتك مشروع يظل طوال حياته يدافع عنه ويكتب من أجله. هذا الرجل مهتم جدا بالثقافة العربية والحضارة العربية. إذا نظرت حضرتك ل كتبه الأخيرة والتي سيقوم التوقيع عنها النهاردة، لأن الهيئة العامة للكتاب أصدرت له 6 كتب تقريبا في المجموعة الكاملة للأستاذ جمال الغيطاني، اليوم سيقوم بالتوقيع عنها، خاصة في مشروعه الذي يضم دفاتر التدوين. ودفاتر التدوين هذه هي وثبة ثقافية حضارية تعتبر سيرة ذاتية مطعمة بالأجواء الثقافية التي عاشها هذا الأديب وهذا الكاتب المتميز. طبعا بالنسبة لدفاتر التدوين اقتبس الأستاذ جمال الغيطاني لفظتي دفاتر التدوين من أصل فارسي، وعمل عليها مشروعا كبيرا ضخما ضم أكثر من 7 أو 8 روايات حتى الآن لدفاتر التدوين. هذا المشروع أراد أن يقول للجميع أن لفظتي دفاتر التدوين هما مأخوذتان من أصل فارسي. لماذا؟ حتى يقوم بتغليف الحضارة العربية بالحضارة الفارسية وإثبات أن الحضارات تأخذ من بعضها البعض، بما أن لفظ الدفتر ولفظ التدوين مأخوذة من تلك الحضارة. وأيضا أراد أن يركز على بعض الميزات الحضارية والتراث الحضاري الذي كان لنا في بلاد الأندلس منذ القدم، وحتى الآن نبكي ما حدث لنا في بلاد الأندلس، كان لم يكن بين الحجون إلا الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. خرج المسلمون والعرب من بلاد الأندلس ولم يبق لنا هناك إلا الأطلال، الأطلال المساجد الكبرى، دار الحمراء، قصر الحمراء. هذه الأشياء تناولها الأستاذ جمال الغيطاني في كتاباته، وكأنه يلح على الفكرة التاريخية والعبق التاريخي للتراث العربي الذي نسي أو كاد أن ينسى من هذه البقعة التي دخلها العرب بصفة عامة والمسلمون بصفة خاصة من أجل إحداث نوعا من الحضارة، ولكن كما قال الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فيأتي هذا اليوم تكريما لهذا الكاتب المبدع الأستاذ جمال الغيطاني في
وتاريخ كبير يعني ثقافي وأدبي للأديب الكبير جمال الغيطاني. بس فيما يتعلق بقى بالمركز الدولي للكتاب اللي هيتم إن شاء الله من خلاله تكريم الأديب الكبير جمال الغيطاني، هذا المركز يضم الكثير من الفعاليات زي حضرتك تفضلت في وأعتقد أنه برضو البعض بيرى أنه هذا المركز سيكون بمثابة معرض دولي للكتاب المصري والعربي مفتوح بشكل دائم، وهيكون صحيح؟ دائم ما هو بمثابة الافتتاح اليوم سوف يكون هذا المركز الدولي، مركز دولي للكتاب سيظل طم في دور كتب كثيرة أخرى. عندنا دار الكتب المصرية، عندنا الهيئة المصرية عامة للكتاب، عندنا المعرض الدولي بتاعنا الدائم كل عام. ولكن هذا المركز يتميز بأنه سيأخذ مكانة عالية ليتناسب مع الأحداث التي نعيشها الآن من خلال الزخم الثقافي المنتشر خاصة في الكتابات الأدبية. حينما تنظر حضرتك إلى معظم المعارض ستجد أن الكتب الأكثر مبيعا هي الكتب الأدبية أولا، ثم يأتي بعدها الكتب الدينية وما إلى ذلك. وبالتالي أصبحت هناك أهمية كبرى لهذا المركز، ونتمنى أن يكون هذا المركز انطلاقة لمراكز أخرى تكون في معظم محافظات مصر. بالضبط، ده شيء مهم. وبالتالي أنا كنت أتمنى أن هذا الافتتاح اليوم أن يكون في اليوم 23 من شهر أبريل الماضي، لأن 23 من أبريل الماضي يمثل اليوم العالمي للكتاب. فكنت أتمنى أن يكون هذا الافتتاح في 23 من أبريل الماضي، وكنت أتمنى على الدولة كمان أن تقوم بعمل توعيات أوسع للكتاب والقراءة، لأن القراءة والكتابة هم عصب الثقافة. التوسعات اللي تبقى على نطاق أوسع يعني نشر الوعي الثقافي في مصر، ده بيتم من خلال إنشاء الكثير والعديد من المراكز الثقافية المختلفة في أنحاء الجمهورية، ولا في عندنا مراكز كافية ولكنها تعاني من الإهمال وتعاني من التهميش بشكل كبير، وبالتالي هي مش بتحقق الدور المطلوب منها. صحيح، هي لم تحقق الدور المطلوب منها نظر للإهمال الذي تفضلت بحضرتك، ونظر لأمور كثيرة طبعا، الروتين وما إلى ذلك، تروح المكتبة ما تلاقيش الموظف هناك، يعني وأشياء يعني نأسف لها. ولكن هذه المراكز التي ستفتح جديد يجب أن تكون عليها رقابة شديدة، والكتاب نفسه يجب أن يكون عليه رقابة شديدة. إذا ما نظرنا إلى الكتاب الذي يطبع في الوقت الحاضر نجد أن الكثيرين يقومون بطباعة الكتب، ولكن ما القيمة من طباعة الكتاب؟ الكتاب أو العلم أو الثقافة هو من أجل إفادة الآخر وإفادة الإنسان، لأن الثقافة بوجه عام هي ركن من أركان الحضارة، والثقافة هي شقاها الأساسيان هما القراءة والكتاب. فالكتب التي نراها الآن قليل منها ما يفيد الإنسان. طيب السبب في كده ايه؟ السبب عدم وجود رقابة من الدولة على هذه الكتب التي نراها على الرصيف والتي توزع في الحافلات، كتب ليس لها رقم إيداع، وبمناسبة رقم الإيداع الذي تعطيه دار الكتب المصرية لكل، هي عملية روتينية أن الدار التي تنشر كتابا تذهب إلى دار الكتب المصرية حتى تأخذ رقم إيداع. فأنا بطلب دار الكتب المصرية من خلال هذا المنبر المحترم أن تكون هناك رقابة على الكتب التي تعطى رقم إيداع، لأن هناك رقابة على محتواها، على التضليل للناس، وكتب تعمل على نشر الأفكار المتطرفة، وده الذي نحياه في هذه الأوقات، تأخذ بهذا المبدأ. وإحنا عارفين الثقافة هي ركن أساسي من أركان الحضارة. طبعاً. طب دكتور عزوز، يعني تنمية حب القراءة والاطلاع لدى النشء والأطفال كيف يكون ذلك؟ بالضبط، وإحنا كمان للأسف بنعاني دلوقتي إنه أجيال، حتى يعني أجيال كبيرة، ده سؤال عظيم، مش ما عندهاش حب القراءة والاطلاع والمعرفة والثقافة بشكل عام. لكن أنت تخيلي أن يعني أمة اقرأ لا تقرأ، للأسف أمة اقرأ لا تقرأ. يعني مؤسسة الفكر العربي مؤخرا في السنوات الأخيرة أصدرت تقريرها السنوي، وقالت أن متوسط الفرد، قراءة الفرد في أوروبا 200 ساعة في السنة، متوسط الفرد. انظري إلى متوسط قراءة الفرد في العالم العربي، تتوقع كم حضرتك؟ لا تتناسب على الإطلاق، 6 دقائق سنويا للفرد العربي، لا تتناسب مع 200 ساعة في أوروبا للفرد في القراءة، للفرد في أوروبا طبعاً يعني. احنا ممكن ندخل العامل الاقتصادي وما إلى ذلك، ولكن ليست هذه نسبة، يعني نسبة يعني يؤسف لا لها، لا تذكر أصلاً لا تذكر. تمام، وإيه السبب في كده بقى؟
الاسباب خاصة كده كمان مش كل الدول العربيه بتعاني من تردي الاوضاع الاقتصاديه، في دول عربيه ايضا وخليجيه يعني عندها رفاهيه على المستوى المادي والاقتصادي كبير جدا، وعلى الرغم من كده نسبه القراءه والاطلاع والثقافه يعني نسبه قليله ومتدهوره للغايه. تمام، على الرغم من وجود الانترنت واتساع المعارف وسهوله الحصول على المعلومه، الا ان الكتاب الورقي ما زال يحتفظ بكيانه وما زال يحتفظ برونقه العام. عايزين نتكلم عن اهم الاشياء التي تجعل الناس يقبلون على القراءه. من ضمن هذه الاشياء عدم وجود توطيد للعلاقه بين الطالب في المدرسه والكتاب من خلال البيت، اولا المنزل، البيت، الام، الاب، الذين كل واحد في شانه ويتركون اولادهم للمدارس فقط. أول جزئية مهمة للقراءة والاطلاع وخاصة في مجال اللغة العربية، لأن اللغة لغتنا وهي هويتنا، وبالتالي يجب علينا الاهتمام بالنشأ من خلال اللغة العربية والقراءة وتوطيد العلاقة بين تحبيب العلاقة بين الطالب والكتاب، لأننا لا تري أحدا من الطلاب والمهتمين بالتعليم إلا ويقولون لك إن اللغة العربية صعبة. كلمة إن اللغة العربية صعبة ظلت في أذهان الطلاب مرارا وتكرارا لدرجة أنهم يورثونها لما سيأتون بعدها. وطبعا ده يعني ده استعمار ثقافي، ويريدون أن نبتعد عن اللغة التي هي مصدرنا وتراثنا، الشعر واللغة العربية والسير والملاحم وهذه الأشياء تنمي الذوق وتطرح في النفس الاستعداد لمواجهة ما هو قادم. معرفة اللغة العربية معرفة جيدة هي التي ستساعدك على معرفة اللغة الإنجليزية والفرنسية. صحيح. معرفة اللغة العربية معرفة جيدة هي التي تساعدك على النطق السليم، وأنتم كإعلاميين ما شاء الله عليكم النطق السليم للحرف نفسه. ده يجب أن يهتم به من خلال البيت أولا، ثم المعاهد العلمية ممثلة في المدارس والجامعات ومعظم المعاهد العلمية، وخاصة في هذه الأوقات التي نحياها والتي افتقدنا كثيرا من الاهتمام بالثقافة والاهتمام بالقراءة والاهتمام باللغة العربية بوجه عام. ليس هناك ضرر أن تتعلم لغة أخرى، ولكن لا تنسى الأصل. بالزبط. الأصل الذي انطلقت منه، الأصل الذي تعلمت منه. نحن كأمة عربية، أمة اقرأ، للأسف لا نقرأ. ونلاحظ أن أول آية أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، هي قوله تعالى اقرأ. صحيح. ولما ربنا قال اقرأ يعني واحدة واحدة اقرأ، وبعد كده ربنا قال له إيه؟ نون والقلم وما يسطرون. صحيح. يعني من أول اقرأ، بعد كده عرفك قيمة الإيه؟ القراءة، قيمة القراءة وقيمة الشيء. لما أنت عرفت قيمة القراءة وقيمة الشيء، ربنا قال لك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. وبعد كده في النهاية ربنا يقول لك إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. وفي نهاية المطاف يقول لك المولى عز وجل، شفت الترتيب القرآني، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، صحيح. يعني بعد كل اعلم أن الذين أكثر خشية لله هم العلماء. القراءة هي البداية. القراءة هي البداية. نشكرك جزيل الشكر الدكتور عزوز علي إسماعيل، مدرس الأدب والنقد والبلاغة والكاتب بمجلة الرواية التي تصدر عن الهيئة العامة للكتاب. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، أهلا بك، شرفتنا ونورتنا.